هناك استاذ من يقول بان الوضع المتعزم جدا، لكن ما ردنا نصدرها الى رعب المشاهد بانه الامور خلينا نقول خطره، عدد الاصابات كبيره. شنو الغايه يعني؟ ما احنا اقول حاضر وانهى الموضوع، بعدين وضعي صعب لازم عني دي شويه شويه. استاذ حسره هي وياك مو اني دا اقول لك يعني. والله العظيم الكثير من المشاهدين فقدوا احبابهم وكان وضع محزن يعني بشكل يعني اتصور يعني للعلم، وهذه ايضا رساله للمشاهد، الحظر هذه المره بتجديد غير متوقع. يعني تجديد شنو يختلف؟ يختلف لان اكو مواقف ما كل ما يعرف يقال، يعني اكو مواقف احنا قد نرى انفسنا غير قادرين على مواجهتها في وضعنا في وضعنا استاذ رائد. احنا وضعنا لا نتصور حياتنا ورديه احنا عندنا بالعراق مشاكل ترى، يعني لو تشوفها مشاكل امنيه، مشاكل كهرباء، مشاكل اكسجين صحيح. مشاكل يعني عندنا اشكالات كومه ما ناقصين. احنا تجينا مشكله اخرى تسبب لنا تكدس المرضى برتهات المستشفيات. طيب زين، فلذلك الكل يعني يجب ان ياخذ حذره، والكل يجب ان تنفذ اوامر القوات الامنيه. شوف هي ترى اسبوعين بالمناسبه، اكد لك يعني هي الثمانية يعني تقريبا الثمانية بشهر الثالث بالنسبه للمطاعم والهذي. يعني والله اعرف بانه الوضع صعب على المواطن. تحدثت عن التداعيات كثير منها، لكن خلينا نكون واقعيين. يعني انا احنا مو اليوم اكيد من واجبنا كاعلام وكحديث بغداد، منبر حديث بغداد، لازم يوجه المواطن الكريم بالالتزام بالارشادات الصحيه. لكن انا هذا المواطن من انطيه اكو نص يقول لك انا اطلع باليوم 5000، الكمامات صعدت علي، انا الكمامه صعدت ضعفين، تقصير حكومي. خمس رائد. احنا ما نبقى نجي تطلبون من المواطن، يطلب من المواطن بان يلتزم والارشادات، وهسه هالمره غرامات وهو صارت عليه. بس المواطن بالمقابل يقول لك اولا انا الكمامه صادت علي، ثانيا انا الوضع الغذائي مالتي، ثالثا الوضع الاقتصادي تعبان. يعني كثير من الامور كلها نرجع المواطن وارجع المواطن وخطيه المواطن ولا استاذ رائد. استاذ المواطن هم راح ينفجر. لا لا هذا الحظر راح ينهار اذا توقع له الوضع. مو خليني نحكي الان والعلينا. نعم تقصير حكومي واضح. اليوم النفط 63 دولار، عندنا فرق 21 دولار بالموضوع على الموازنه. فاذا يجب ان الكل تعمل، كل متمكن وكل والدوله بدايه. الدوله تعرف جيدا قبل عشرة ايام انه سينفرض هذا الحظر، كلها تعرف، الوزراء يعرفون، ومن يقعد رئيس مجلس الوزراء قاعدين الوزراء كلهم كان المفروض يتفاهموا ويا السيد وزير الصناعه او ويا وزير التجاره ويقول له وفر لنا كمامات. هذه تركيا هنا بالتريلات، هذه سوريا تنتج، احنا ننتج، ايران تنتج. كان ممكن انه يسوي مفارس طبيه بالمناطق السكنيه بالمنصور بالشورجه بالبغداديه. احنا ناخذ درس، توزع كمامات. احنا مفروض ناخذ درس من ذيك الحمله، من ذيك الجائحه اللي دخلت علينا. اي ما راحت الامور، رجعت الامور برنت ورجع. هذه تسال عنها الحكومه. المشكله حقيقة. وين نرجع؟ المشكله نرجع وين؟ المواطن لازم تطبق.